السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير بصحه جيده يا رب. اليوم جيت نقاسم معاكم واحد السلطه مليحه، التقديم تاعها يكون راقي. هي سلطه بالقردون. دوك راني نفور هنا في الخضر اللي نرافق معاهم، درت الجزر، درت البطاطا والجلبانه، قطعتهم دي بتيدي ونخليهم يفورو. كي يفورو لي كامل نعاود ننقي القرنون ونديرو القارص ونزيد نفورو هو ثاني، ومن بعد ان شاء الله كي يفور وهذا ثاني كي طيب نعاود نرجع لكم نشوفوا كيفاش واش نزيدو نديرو باش نديرو هذا الطبق تاع طبق سلطه بالقرنون. هلا نخليه يفور يطيب ونروح نقل القرنون. هاوليك القرنون بعد فار طايب، درت له من تحت لاصاله تاع الورق، درتها خيار عادي، طوماطيش زيتون كيما مالفين، وهنايا باش نعمرها بالخضره اللي فورتها، بطاطا وزروديه، وزدت لها المايز، زدت لها جوج مغارف تاع روز، روز طايبه، نزيد لها شويه تاع مايونيز. نزيد لها شويه تاع خل باش تجي ديك القروسيه، باسكو شنو القرنون يحب الحاجه قارصه، اللي يحب القرنون يعجبو. انا نموت على القرنون، ملي يدخل من شريحتي خلاص وقتو. هاكا ونحمر بها. هذه سلطة اقتراحت عند سلفتي عرضتنا، لقيتها دايرتها عجبتني، مام في التقديم تاعها مليحه، الجوك دياف ولا حاجه، وحشيها باش حبيتي، ماشي لازم بوش درت انايا، لا عندك في طرف زيديه يجي مليح. بسم الله، الشكل تاعها يجي الله يبارك راقي، ما مذوقها بنين لانه ماشي في غير في الشكل والذوق، بصكم على الاخر حناكلوها مش حنتفرجوا فيها. اللي بقات لك تحبي تحطيها هكا منها، ومن تحبيت ما تحطيهاش تبي تحطيها وحده انت حره. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد لا روسيت خفيفه، ان صار تزيد نوعو شويه من القرنون، تجو نديرو هي دول ما قرنون نغلوها هكا برك، بصح كي ديريها هكا سلطه حاجه جديده نغيرو. دوك نديرها شويه فينيغرات من الفوق كي قريب ياذن الاذان. وبصحتنا وصحة فطوركم، نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، واذا عجبكم تنسونيش باللايكات خياتي، ونتلاقاو ان شاء الله الفيديو القادم.